مصطفى الممري يقر أمام المحكمة بصنعاء ارتكب به هذا الأمر في قناته في اليوتيوب وندم على ذلك كثيرا. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إلى دفوع المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن الممري وآخرين بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام في صنعاء. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى منصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم مواجهة المتهمين بمقاطع الفيديو المنشورة على قنواتهم في اليوتيوب والمتضمنة الإشاعات والتحريض على الدولة وقذف مسؤوليها. وأقر المتهمون بحضور محاميهم ما جاء في تلك المقاطع، مبدين الأسف والندم على ما حصل منهم، مطالبين بالعفو العام والمسامحة وأنهم لن يكرروا ذلك. وأقرت المحكمة الإفراج عن المتهم الثالث أحمد علاو والمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي بالضمان التجاري الأكيد والإطلاع على ملف القضية لتقرير ما يلزم بالجلسة القادمة السبت المقبل. وكانت النيابة وجهت للمتهمين مصطفى الممري وأحمد حجر تهمة تحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشن وظيفتها في صنعاء وعدم الانقياد للقوانين النافذة، مما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن دون دليل لديهم على ذلك. واعترف الممري أنه لا يملك دليل قطعي على ذلك، ولكن بني كلامه على الأوضاع المتردية في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثيين، فيما وجهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد المصباحي قيامه بمساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجا وسكرتاريا مع المتهم الأول يدير كل أعماله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.